ممثل السيد رئيس مجلس أمة المجاهدين وذوي الحقوق، اللقاء الأسبوعي بن علا رحمه الله، رمز فقيد الحاج بن علا رحمه الله مميز سننطلع اللي هو يمثل العائلات، يوم تبين في مواقفها. السلام عليكم ورحمة الله. أول تعرب على 60 ومجاهد، أنا نطلع جدا مجاهد. هذا الرجل سيتونوم ناسيون، هذا الرجل تقريب نص حياته أو حياته شبابه كرسوا للوطن، كرسوا للوطن، وكان يؤمن بالوطن ويؤمن بالاستقلال. يقال أنه بن مهدي دخل عند حفاف في وهران، شكرا في لاري فيليب ولا على سمه، دخل عند حفاف بن مهدي يحفف في بيشوف صورة، ان بورتري، بورتري صورة نتاع رجل لابس لباس عسكري وشباب. قالوا لحفاف شكون هذا تعرفوا؟ ايه قالوا نعرفوا، قالوا كي درت صورته هنا بيانسور نعرفوا. قالوا نقدر نتلاقى معه؟ قالوا بيانسور العشية نتلاقى معه. تلاقى معه ولقاه ميليتان تاع الحزب، وزاد عطاه مسؤوليات و يقول له بلي دار مام تريزوري ودار مسؤول على الاستخبارات والاتصالات،